احنا الوزارة ما نسمع عنها الا فتشات وفتشات وتفتيش وغرامات، ما ادري هذه يعني وزارة التجارة ولا إدارة المرور. يعني المفترض من وزارة التجارة يعني تعقب يا التجار اللي يعني اللي ماسكين السوق، ما يتجاوزون خمس شركات هم اللي ماسكين السوق البحرين في السلع الأساسية المواطن محتاجها، وهم قاعدين هالخمس شركات لاعبين في السوق لعب، هم يحددون السعر اللي يبونه في السوق. يعني هل يعقل الوزير ما قعد ولا وياه تاجر من هالتجار؟ المفترض الوزير يكون بابه مفتوح حق التجار ويقعد وياهم ويناقش وياهم شنو سبب الاسعار اللي قاعد تزيد. هل يعقل خمس شركات معالي الرئيس قاعده تلعب في سوق البحرين لعب؟ هي اللي عندها الرز والسكر وجميع المواد الاساسيه المواطن محتاجها، يطلع لي تاجر على التواصل الاجتماعي يقول يعني ينتقد، ما بعرف شنو هو يعني قاعد يعني يقص على الناس ولا يقص على روحه. يطلع يقول خلاف الاسعار الزيت النباتي، انت يا اخي اللي قاعد تجيب الزيت النباتي وانت اكبر مصدر مورد حق الزيت النباتي، وتطلع لي على السوشيال ميديا تقول لي الزيت مفترض يتحاسب، مفترض هو اللي يتحاسب بهذا الشيء، المفروض الوزير يقعد وياهم ويتناقش وياهم على هذه المواضيع. يعني في 80 سلعه ما تشمل القيمه المضافه ولا الضريبه الجمركيه، ليش الوزير ما يعلنها حق الناس عشان الناس تعرف شنو اللي عليه ضريبه واللي ما عليه ضريبه؟ هل يعقل البقوليات الحين الوقت الحاضر ما عليها ضريبه ولا عليها قيمه مضافه، تروح اي سوبر ماركت يقول لك سعرها ارتفع لان الضريبه الجمركيه او القيمه المضافه؟ هل يعقل ذا الشيء؟ مفروض الوزير ينزلون نفس البيانات بشكل يومي، شنو فيه في السوق، شنو فيه قيمة، وينور الناس في هالامور. عندك الحين الرز يقول لك زاد سعره، يقول لك لان في قيمه مضافه، ما في قيمه مضافه ولا في قيمه جمركيه يندفع على الرز. هل يعقل الرز ارتفع لا 40% او 50% على سعره؟ يعني في امور المفروض الوزاره تبينها للناس، تنور الناس في السلع. الحكومه مو مقاصره، حاطه فوق الثمانين سلعه من غير ضرائب ولا قيمه اضافيه. ليش الوزير ما يقعد ينور الناس في هالامور دي؟ احنا بس ما نسمع من الوزاره فتشت. هل يعني احنا ما نشوف شيء غير من الوزاره يبين ان شيء الواحد يستفيد منه؟ احنا ما نبي تفتيشات، نبي يقعد ويا التجار. احنا مستعدين نقعد ويا التجار، وانا مستعد اعطي اسامي التجار الخمسه والسته اللي قاعدين لاعبين في السوق لعب عندنا هني. ان الوزير ما اجتمع مع التجار، هاي كلام غير صحيح. انا صار لي شهر ونص من ما تعينت وقابلت اكثر من 20 شركه وناقشنا فيها الاسعار، وعلني كان في غرفه تجاره والجماعه يعرفون. ولكن نشكركم على اقتراحاتكم.